مع المركز الثالث. نعود بتهاني وتبريكات لهجين انتاج ام الزبار على فوز الجسور وحصولها بالمركز الاول في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا في كل مكان ما زلنا متواصلين وإياكم حيث اجتمعت المؤسسات الكبرى في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نرحب بكل الحاضرين بالضيوف القادمين حيث ترحيبنا بالمتابعين عبر القنوات الناقلة لهذه الانطلاقة. انطلق الشوط الثاني عشر المخصص لسن اللقاية ولفئة القعدان، ومن المسافة وهي 5 كيلومترات. إذا نبدأ بداية هناك مع من يحتل الصدارة يتقدم هنالك الريان هجن أم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة. يتقدم هذه المؤسسات الكبرى وتابع التدخل وتابع التداحم هنالك من قبل الواصل جزيل هجن أم الزبار. وجابر بن علي النجم يتحرك هو بجزيل المركز الثالث، وتابع التحرك والوصول من الواصل والغادم رداد هجن أم الزبار. سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي يتحرك بينما وتابع التسلل في هذه اللحظات. سياف هجن أم الزبار جابر بن علي النجم يتحرك في هذه اللحظات ليقدم لنا سياف بينما وتابع الحضور وتابع التقدم من قبل هنالك هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. يتحرك هذا الشعار الكبير من سجل الحضور المشرف في بداية هذا المهرجان. ومع سن الحقائق يتقدم إلى المركز الثالث المركز الرابع، وتابع الحضور من قبل الدرع هجن المرقاب علي بن سالم المالكي. يقدم لنا هنالك هجن المرقاب مع رابع المراكز المركز الخامس سياف هجن أم الزبار وجابر بن علي النجم. هكذا متابعينا في كل مكان هو ندانا الأول لهذه المؤسسات الكبرى لهذه الأقطاب الحاضرة في هذه اللحظات. بينما العودة إلى مقدمة الشوط الريان وهجن أم الزبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلام المضمر الخطير المضمر الذي سجل الحضور الكبير في هذا الموسم. يتقدم هذه المؤسسات مقدما لنا هنالك الريان ومع هجن أم الزبار بينما المركز الثاني. وتابع الحضور من جزيل هجن أم الزبار وجابر بن علي النجم يقدم لنا شعار أم الزبار مع المركز الثاني. المركز الثالث حضر هنالك هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة المضمر الخطير. يتحرك هنالك بهيت متابعا لهيت في عملية التضمير مع المركز الثالث. المركز الرابع حضر واندفع هنالك سياف هجن أم الزبار جابر بن علي النجم يتحرك بسياف مع هذه المؤسسة العملاقة مالكة الإنتاج الفاخر. يتحرك هنالك بإنتاج ذرب يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس حضر هنالك الدرع هجن المرقاب وعلي بن سالم المالكي في عملية التضمير.
بينما العودة إلى مقدمة الشوط، العودة هنالك إلى الريان. من يسجل الحضور الكبير، من يتقدم بكل عرض فنان. وهنالك هجن الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة يتقدم مع المركز الأول، مسيطرا مهيمنا على مجريات أمور هذا الشوط. بينما حضر هنالك جزيل، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم يتحرك مع المركز الثاني مع مركز الوصافة. مقدم لنا جزيل في عملية التضمير، هيت على المركز الثالث يتقدم ويتحرك يندفع بهذا الوصول الكبير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وطالب بن عمارة في عملية التضمير في عملية التكتيك. حضر هنالك سياف، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم يقدم لنا هنالك في هذه اللحظات، يتحرك مع رابع المراكز المركز الخامس ياهي من أسماء قادمة في هذه اللحظات. حضر هنالك في هذه اللحظات والراد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، الخمسمائة متر الأخير، الأمتار الأخيرة بقيادة الريان والعصاب الإبطان. يتألق بن سلامة كما عهدنا من بن سلامة، التألق دائما وأبدا في كل المهرجانات. هنا مع هجن أم الزبار والمحنك عبد الله بن علي بن سلامة، من سجل الحضور المشرف في هذا الموسم، مواصل العطاء، مواصل الإبداع والتميز. بينما حضر والراد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، بينما العودة هنالك إلى الريان، هجن أم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة. سلمت يمينك أيها المحنك على هذه المتابعة المتميزة، يحقق الناموس الريان لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلامة الهاجري تانينا على هذا الفوز والناموس. بينما منات على أذان المراكز وصل هنالك والراد هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المركز الثالث، وصل على ثالث المراكز الفال هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المركز الرابع، وصل على رابع المراكز شايك هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المركز الخامس، وصل على خامس المراكز سياف هجن أم الزبار جابر بن علي النجم. هكذا متابعينا في كل مكان، تابعنا وإياكم الريان من قدم العروض الكبيرة المملوك لهجن الشحانية، وبمتابعة المضمر الذي أبدع وتميز كما عهدنا من عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري تانين على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 7:35.96 تانين على هذا الفوز والناموس المستحق. بينما أتى هنا مع خط النهاية والراد لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران، التوقيت الزمني 7:36.90 بينما حضر على المركز الثالث هنالك الفال لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، التوقيت الزمني 7:37.48